بحب افتح جوجل ايرث وايه اقعد اذن كده جوه. فيعني ايه، حبيت اعمل فيديو عن عشوائيات جوجل ايرث الجزء الاول. يلا بينا نروح على مصر الحبيبه، مصر التي في خاطري وفي دمي، حته في اسكندريه. بدوس عشوائي بقى زي ما تيجي زي ما تيجي ونشوف هيطلع لنا ايه. طلع لنا عربيه حمراء، العربيه الحمراء دي مشهوره جدا، لفت اسكندريه كلها. فاكس منها يا طبعا، بندوس نشوف ماشي، نفضل ماشيين معاها. السلام عليكم، ازيك يا معلم؟ ايه جموع الناس دي؟ صلاه العيد دي صح؟ صلاه العيد دي، صلاه العيد. سامي المنسي، كل عام وحضراتكم بخير. بلالين بقى، ويا ليله العيد يا بسكويت. ملاهي. ملاهي. تعال نروح القاهره، تعال نروح القاهره. القاهره المميز. ايه ده، ازيك عامل ايه؟ هاي هاي هلو هاي هاي نور. دي ايه دي، جامعة دي ولا ايه؟ ايه ده، دي عربية؟ ايه ده معنى؟ بقى عربية على قد فلوسي. عندنا فضائية، تعال ننزل تحت شوية. انا افتكرت حاجة مهمة بعد ما علقت السماعة. المايك في السماعة. بتاع سيراميك، بتاع سيراميك قرآن. حلو. ايه ده، حط الصندوق جوه، حط سلعه. طيب ولا ايه؟ والله السيراميك المطبخ المتين بتاع المصريين، بتاع كل المصريين. المفروض ده حمام يعني. امال عنده اشكال والوان، عنده اشكال والوان، عنده مصليه تاني زرقاء، عنده مصليه حمراء ومزرقاء. يلا بي الهانم الجديده، قصه تانيه خالص. يا سلام، عاملين اعلان على ده. ايه ده ايه الاسود ده يا معلم؟ يا معلم ما هذا الذي ارى؟ نظف العدسة يا معلم، يا معلم نظف. يا عم عبده، ابوس ايدك، نظف العدسة. عندنا مين تاني؟ تعال نخش الصحراء. صحراء جرداء لا زرع بيها ولا ماء، ما تلاقيتش صحراء. ايه ده، مجاري دير؟ ايه تمسيح دي ولا ايه؟ كايرو وكونينا، كونينا وناس قاعده. ايه ده، مش كونينا. ايه ده، الله، مستشفى. مستشفى فيكم. انا فين؟ انا في كايروز. ايه ده، العربية مكررة ثلاث مرات. واحد اثنين ثلاثة. ايه ده، ثواني، دي من غير باب. هي قديمة خالص، دي ميتة يا راجل. يا عم طب صلحها، الناس هتقع. طيب افرض الراجل وقع، طب افرض الراجل وقع، هتعمل ايه بقى؟ فهمني. طريق اخر، على الاقل مش عربيه، ده واحد ماسك ايه الصباع ده؟ ايه يا معلم، حلو الطريق. يلا بينا نعيش. ايه ده، مسله. ايه الباركنج ده في نص السكه؟ الله، إيه الكنائس بتبقى جميله قوي على فكره. الاركتكتشر بتاعها بيبقى جامد فشخ. من برد المرج، ودوني المرج. لا انا كسرت شمال على المرج. ايه ده، ما هذا؟ قاعدة بدوي، قاعدة عربي. فرح؟ طيب فرح، مبروك يا رجالة، السلام عليكم. ايه ده، انا اللي افتكرته ايكي. طب تمام، شكرا شكرا. طنطا، انا فين؟ ايه ده يا معلم، دي مكنسة. جميل، مش بقول لكم عشوائيات وعبثيات؟ ده ايه ده، الفول، المستشفى شبيني كوم. احنا شبيني كوم؟ طب احنا مين مصور ايه ومصورها ليه؟ انه حقا لطيف رائع. خشوف ده، لا تغسله ولا ايه ده، انت فين؟ طب والله شبه الخرشوف، شايف ليه نفسي هفتني على خرشوف؟ تصدق بقى. ايه ده، كلب نايم في ال، ايه ده، ولا انت نايم في الميه ولا ايه؟ اسكندريه يا اجدع ناس، دي بينا اسكندريه. مدرسه، نايس. احب السيمتريه،
عندنا سيمتريا قوي، في جزء زياده من على اليمين. بس اي لاف يعني. ايه ده، السلام عليكم، ازيك حاج، ازيك عامل ايه؟ يا رب تنجح. هاي نور زكاميس، عامل ايه زكاميس برضو؟ اوه سناك شوب، على ايامنا كان اسمه كانتين، كنا بننط فوق بعض كده عشان نقول واحد فول سندوتش مش عارف ايه بتاعت حاجه ساقعه، واحد شيبسي، كنا حرفيا بننط على بعض في اريد. اقسم بالله انا فاكر، انسى، كنا بنتضرب، كنا بنتفعص عشان نجيب حاجه. عشان كده لازم تبقى صايع وتجيب الحاجه معاك الصبح عشان ما تضطرش تروح الكانتين، عشان اللي بيروح الكانتين ده كان هو ممر قد كده كله بقى ايه، طابور مهول لا كلام يقدر يوصف. اوه طريق تاني، الكليه دي هندسه، كليه الهندسه. ايه ده مش حاطين اصل دلوقتي هما بيصلحوها، فمش حاطين دلوقتي في الصوره، اكيد الصوره دي قديمه، اخونا محمود صورها لما كانوا لسه مبيضين الطريق، ايام برضو خدت فيها العسكريه. يا سلام، كنا ورا، كان البنات بتقعد تضحك علينا. استغفر الله العظيم يا رب. اوه سنتر، از ذس السنتر؟ ايه ده، كو وركينج سبيس اند بلوتينج سنتر. بلوتينج مكان التخطيط للسيطره على العالم. اسمه ايه بقى؟ انك، حاطط همزه من تحت على اسم دي الف انك. لا صايع، طب الشده بقى ولا ما علينا، انا بحس تعرف ولا ايه. كريتيفيتي انتليجنس هافينج فن، انا هروح عشان الهافينج فن ده. طب والله حلو، عندنا الاماكن دي. كيب داون ذا نويز، ذس نويز، نويز ويس، نويز ويس، نويز ويس، نويزوس، نويزس، نويزو، نويزويس. انا ظلمتهم، انا اسف، ده الكاميرا عملت بص على كلمه دو ليفل، بيبل اكشلي دو جيت ديستربد. ايوه انا اسف، انا فكرت ان كلمة خلاص، انا اسف. المكان لذيذ والله يا جماعه، الله ينور الله ينور. الكاميرا هي طلعت تلتيت خلاص، انا قعدت اقول ايه نويز ويس دي، انا اسف والله، المكان زي القمر والله، ربنا يوفقك رجاله. اللي عايز يروح يا جماعه عند مستشفى المدينه للمراه. طب شايف احنا فين يعني؟ هي موجوده، دور على النت هتلاقيه، شكله حلو. زرو، ايه ده يا دي العربيه الحمراء، والله العظيم ما عايزها، انا زهقت، حتى انا في وقت فراغي كل ما ادوس الاقي العربيه الحمراء، مش عارف اطلع عليه في البخت، والله العظيم مش عارف اطلع عليه في البخت. ده مسله، ايه ده اثار يعني ولا ايه؟ اخونا عمر، انت مين اخويا عمر؟ ايه فناء يؤدي الى ممرات سريه، ايه ده انا في اسكندريه. كورت ليدز تو ذا سبترينيان جاليريز، سبترينيان ممرات سريه بقت سبترينيان جاليريز، مش المفروض ان هي سبترينيان يعني تحت الارض وجاليريز؟ ايه هنلعب لعبه رعب ولا ايه؟ ده يا بيبي، ايه بيبي، ايه بيبي ده يا بيبي؟ ده عندنا احنا، اقسم بالله اول مره اعرف ان عندنا حاجه زي كده. ايه ده يا معلم؟ طب هو ممر بس يعني، مش فاهم ايه الرعب ده يا معلم؟ ايه ده واحد ده؟ لا انا همشي من هنا يا راجل، مش عايز اعرف هو فين اصلا. ده ايه ده كل ده؟ كل ده موجود عندنا؟ ده فين ده؟ ده عند كرموز. ازيك عبد الرازق، سلام عليكم، ازيكم الرجاله عاملين ايه؟ ده في ناس قاعده هنا وناس ايه ده قاعدين على الثاني اصلا، في حد بينزل يقوم هنا؟ دي ماما عميقه وضفك. لا هو بس في ناس وراهم بيقوموا، ده فين ده؟ اوكي ناس بتصطاد، بص الزباله، بص بالله عليك يا رجاله، انتوا نازلين في المره الغميطه دي؟ الغميطه الغميطه. طب افرض انا عايز امشي في الاتجاه الثاني، ليه تقول لي امشي النهايه دي يعني؟ ده ايه الخامه دي؟ عم انا مش عايز امشي الناحيه دي. ايه ده مين اللي معلق اللباس ده؟ الباس ده سوري بس ايه اسمه، بنطلون ابيض بس هو مش بنطلون ابيض، هي شجره طلع شجر خازوق، هي رسم من رسم، ما علينا احنا بنخرب الدنيا. ايه يا صاحبي ده، دي ايدك
ضغطت ولا ايه اللي حصل؟ ايه فيلم الرعب اللي احنا قاعدين فيه ده؟ ايه ده يا شا؟ ايه ده يا صاحبي؟ ولا رجلك اتلبست في ايدك ولا ايه اللي حصل؟ ده ايه ده؟ الناس بتعدي تروح الناحية التانية. ايه في حد هنا شمتشال؟ دي محطة قطر، دي محطة قطر. ايه كمية الزبالة دي؟ ناس غريبة والله العظيم. انا ايه فوربد راحتك، هتلاقيها بجد. سلام، ده الاعلام ميت بقاله سنين. ايه ده ايه ده ايه ده ماسكت؟ شكله حلو جدا. ايه ده؟ يا جماعة انا داخل اعمل اشعة دلوقتي، مش فاضي، مش فاضي معلش. ايه ده يا جماعة؟ طب هو ليه مصورني يا سي؟ يعني ازيك يا معلم؟ ازيك عامل ايه؟ نور والله. طب انت ايه بتصور ايه؟ ما انا مش فاهم يعني، هي دي عيادة المفروض انت مصورها يعني. اتفرجي لو راحت تجهزي، اتفرجي يا اختي، اتفرجي يا اختي. كيوي لو مفروشات بالتقسيط اكيد مع امان. نطلع من محل مفروشات نخش في محل اكسسوارات وشنط. اوكي صبغات ده ما شاء الله عنده كل حاجه كده، شغال لنا محلات. جبنا بقى، جبنا اللبس والمفروشات وكله نحلي بقى عشان احنا جوعنا. اكيد بيتي كيتشن تيك يور اوردر سكان. كله حلو مفيش حادق. في حوادق، في كوسه وفي لحمه. ايه الزحمه دي؟ في ايه ده؟ يا اما احنا طالعين من فطار يا اما احنا بنتسحر. تعال نخش المحافظات بقى، محافظات مصر. ياوا ايه وي السلام عليكم يا رجاله، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. السلام عليكم، منورين والله. مش كده الكاميرا بس كبرت وشه ازاي؟ صحابي وصاحبكم اللي مصوركم ده مسالك ورفعها على جوجل يعني مسالك. ماشي لو شفتوا الفيديو ده اعملوا معاه الصح. ايه فين يا اسطى؟ يا اسطى انا محبوس في ما في ايه ده؟ عمو ده ركب السيراميك وركب الرخام وما شاء الله التكنولوجيا عنده حلوه، فقرر انه يصور ايه 360 شغله عشان يجيله شغل تاني. عمو مصطفى رسلان انت راجل 100 بتعرف تصمم، وحتى الشغل شكله حلو. في نقطه ثانيه هناك عند جامعه النهضه، واضح ان انا مش في الجامعه خالص. طعمه ده ايه؟ هو انا قاعد مع البيض ولا ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ طب ايه؟ طب انت بتصور ليه الاكل؟ طب انت تمعدني في الدفول ده ولا جبنه؟ بتنجان، بص مخرط البتنجان ازاي؟ عنده بطاطس مهروسه، جبنه قديمه، اعتقد ان دي بابا غنوج. طب ولا ايه؟ انا مش عارف. دي مش عارف دي ايه؟ في بطاطس كلها، في سلطه، في ما شاء الله ايه؟ طب انا هلف ده في دايره مغلقه طب ولا ايه؟ والراجل ده محشور في النص ليه معانا؟ يا ولا طريق فاضي يعني؟ شايفين حد يجي زيو كده؟ على شرف منفالوت، لو دخلنا المنفالوت. يا جماعة لا تنسى شافس البول في الخير. الله لا مش بقول لكم بيبقى عندهم حاجات جميله قوي. هو باين كانوا لسه بيركبوا السجاده عشان بص شكله حلو فشخ يعني.